مرحبا بكم. وقف وفد اتحادي برئاسة عضو المجلس السيادي حسن شيخ إدريس وإبراهيم جابر ووزراء الداخلية والثقافة والإعلام والبنى التحتية وقفوا على الأوضاع الأمنية بمدينة بور السودان عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية وخلفت قتلى وجرحى. وعقد الوفد لقاءات لمعالجة الوضع والحد من المواجهات ذات الطابع القبلي. وقال رئيس الوفد حسن شيخ إدريس إن السلام هو أولوية في هذه المرحلة وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.